هنختم معاكي بسهر الليالي. ده كان لقائنا مع الجميلة والصوت الجميل تانيا قسيس، اللي كانت الحقيقة منورانا في مصر، ودايما أهلا بكل صوت عربي بنعتبره مصري. أول ما يدخل مصر يبقى مصري على طول. شكرا. تفضلي. كان عنا طاحون ع نبع المي، قدامه ساحات مزروعة في، وجدي كان يطحن الحي قمح وسهريات، ويبقوا الناس بهالساحات شي معهون كياس شي عربيات، رايحين جايين ع طول الطريق تهدر غنيات. آه يا سهر الليالي، آه يا حلو على بالي، غني آه غني آه غني على الطرقات، يا 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 سهر الليالي، يا 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 حلو على بالي، غني آه غني آه غني على الطرقات.